زي النهارده من 3 سنوات غاب عن ساحة الإبداع المصرية يعني مبدع فريد، كان كشاف نور في الظلام، قدر بقلمه إنه يحارب طيور الظلام، كتب عدد كبير من السيناريوهات عدى بيها حدود الزمن، اكتشف آفاق جديدة لم نكن نكتشفها، عرف حاجات وبعد سنين كتيرة جدا عرفنا إن هو كان عنده حق. الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد اللي سخر إبداعاته علشان يكون نافذة يطل منها المشاهد المصري أو المواطن المصري على عدد كبير جدا من المواقف. هو صاحب الإرهاب والكباب، صاحب طائر الليل الحزين، صاحب اللعب مع الكبار، العائلة، الجماعة وغيرها من الأعمال المهمة جدا. عشرات الأعمال المهمة اللي حملت توقيع الكاتب الكبير وحيد حامد وبقت جزء من تاريخ الدراما والسينما في مصر وفي الوطن العربي كمان. خلينا نتعرف على جوانب أكتر عن حياة وحيد حامد، أعمال لم ترى النور، مع الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف شرف. أهلا وسهلا بيك وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. ويعني الحقيقة زي هو دايما أنا مؤمن بفكرة أنه الاسم دايما المبدعين تماما بيبقى ليهم نصيب. هو فعلا كان وحيد فعلا في كتاباته، في اسلوبه، في سرده، نظرته للاحداث، استباقه للامور، انسان عظيم كمان على الجانب الانساني، مشع بهجه وطاقه وانسانيه لكل حواليه. يعني ربنا يرحمه يا رب ويرحم امواتنا. امين يا رب. جمعتكم جلسات مع الكاتب الكبير وحيد حامد، واللي كان طبعا بيحرص من خلالها انه يجمع شباب الكتاب ويجمع اصدقائه ويجمع محبيه ويتكلم بقى ويحكي لكم وتتعلموا منه. كلمنا عن تفاصيل اللقاءات دي، ليه كان بيبقى حريص على رعايه الشباب وشباب الكتاب وكان بيواجههم ازاي؟ هو دايما يعني استاذ وحيد كانت في حاجه كده اللي هو مجلس الشر، هو معروف عنه انه كانت مجلس الشر، بس انا للاسف جيت في السنوات الاخيره دي اللي كان مجلس الشر اللي كان انفض منه بقى اللي هو الاستاذ وحيد، استاذ عادل امام والاستاذ احمد زكي وكل الناس الكبيره يعني، والخال عبد الرحمن الابنودي، وكان مجموعه كبيره جدا من الرموز والمفكرين والسياسيين. وكان اسم رمزي يعني بيطلق يعني دايما بيبقوا قاعدين قاعده بيتكلموا في كل الجوانب، الحياه الاجتماعيه في مصر والسياسيه والفنيه. والقعدات دي كانت قعدات ملهمه وقعدات يعني كان فيها زي ما بقول لحضرتك كبار الشخصيات في مصر والوطن العربي يعني. ودايما كان الناس حريصه على الجلوس والذهاب للقعده دي، يعني قعده صباحيه في الفندق الشهير اللي كان دايما بيكتب فيه اعماله. وعلى هذا الاساس قدر ان هو يستكشف عدد كبير من الحاجات اللي ما كانش حد قادر يشوفها. يعني مشهد مثلا زي المشهد الاخير من طيور الظلام هو اخر مشهد قبل احداث 2011. يعني هو كان ليه رؤية مختلفة عن كل السابقين. هو قارئ ناهم وقارئ جدا للأحداث. هو يعني ملك النبوءات الفنية. يعني غير طيور الظلام في حاجات كتيرة جدا تنبأ بأنه هتحصل في مصر. دايما هو عينه على اللي بيحصل في الوطن وفي الأحداث. قارئ للتاريخ بشكل غريب. أعتقد أن دراسته للآداب، يعني آداب علم الاجتماع، هي دي اللي فادته اكتر، انه ازاي قادر يشرح المواطن المصري وهموم الفرد قدام البيئات المختلفه اللي وكل اعماله بتلاقي فيها فكره صراع الفرد والشخصيات والبيئات المحيطه اللي لا تناسبه، زي الغول، زي الارهاب والكباب، المواطن البسيط اللي بيهتم بالناس، المنسي ايضا، المواطن اللي بيدخل في زمره الناس عشان يبقى محمي. اعتقد انه كل الاعمال دي كانت بتشرح لفكره انه ازاي المواطن الغلبان يبقى داخل في نساج وحيد مع الجماعه. اكيد ورقه مكتوب عليها الصحبه الحلوه. كشفت بقى ان عطاء وحيد حامد لا يتوقف. ايه قصه الصحبه الحلوه وايه قصه الورقه دي؟ القصه الورقه دي انا في احدى الصباحات يعني ان انا كنت رايح افطر معاه وقال لي الفيلم مره من الرقابه. والفيلم ده كان هو يعتبر اخر احلامه السينمائيه الحقيقه، وكان نفسه يشوفه. يعني كان المفروض انه بطوله يحيى الفخراني وكريم محمود عبد العزيز، وبعدين جه محمد سعد، واخراج ساندرا نشأت، لكن للاسف لم يمهله القدر انه الفيلم ده يرى النور. تعثر اكتر من مره لكن كان الفيلم ده كان حريص ان هو عايز يشوفه. يعني طول الوقت كان بيسارع ان هو يشوف هذا الفيلم، بيتكلم عن التغيرات الاجتماعيه اللي حصلت في مصر، وكان بيراهن على هذا الفيلم وعوده الفنان الكبير يحيى الفخراني للسينما بعد غياب كتير جدا، حوالي 40 سنه عن السينما. فهو الفيلم ده كان بيحمل طابع خاص عند الاستاذ وحيد. كم عدد الافلام او الاعمال السينمائيه والدراميه التي يعني حملت توقيع وحيد حامد ولم ترى النور حتى الان؟ اعتقد كتير. ابرزها كان فيلم حربي عن موقعة كبريت، كان نفسه يشوفوا هذا الفيلم. ايضا بيتكلم عن الكتيبه اللي بيتكلم عن بساله الجندي المصري في حرب 73. فيلم عن العباره، عباره السلام 98. فيلم اسمه دهموش، فيلم عن دهموش بالكلام فيلم فانتازيا ساخر، يعني هو لم يرى النور ايضا. تمام. في كان كاتب معالجه لموال البيات والنوم للكاتب الكبير خيري شلبي، هو كان مهووس بالروايه وعالم الفلاحين. طبعا الاستاذ خيري شلبي اديب مصري كبير، عنده الوتد طبعا من اشهر الاعمال اللي اتعملت في التلفزيون. استاذ وحيد عنده حوالي اكثر من 20 عمل كانوا في الدرج، كان يتمنى. ودول دلوقتي بيقولوا لمروان ان هو ابنه ان هو ينتجهم حاجات جاهزه اكيد. ومروان طبعا ان هو وكان في مشروع مسلسل مع مروان طبعا لم يرى النور، واتمنى ان هو المسلسل ده يرى، يعني عن روايه ولاد الناس لدارين بسيون. طيب خلينا نكمل كلامنا عن الأستاذ الكبير الأستاذ وحيد حامد. بينضم لنا الإذاعي الكبير الأستاذ إمام عمر صديق الأستاذ وحيد حامد، والصداقة بينهم استمرت أكتر من 30 سنة. خلينا نرحب بالإذاعي الكبير الأستاذ إمام عمر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. يا صباح النور يا فندم، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير. نتكلم بقى عن البدايات في الصداقة، ازاي التقيتوا، ازاي اتعرفت حضرتك والأستاذ وحيد حامد، اتقابلتوا فين؟ لو حضرتك تاخدنا بقى في رحلة كده بالزمن. وحيد حامد بالنسبة لي كان صديق عزيز جدا جدا، وصديق من زمان يعني. ولما راح الإذاعة بدأنا نتصل ببعض، لكن هو كان عنده أشياء كثيرة جدا عن وحيد حامد. فجيت مرة قال لي إمام عاوز أروح مهرجان كان، ويا ريت تساعدني ان انضم للمجموعه اللي بتروح مهرجان كان. كنا مجموعه كبيره جدا من صحفيين وكتاب، نلتقي كل سنه في شهر مايو، لان كان مهرجان كان بيقام في شهر مايو كل سنه. وفعلا اتصل بيا وانا كلمت رئيس الاذاعه ان يديله فرصه ان يروح مهرجان كان. ورحب جدا رئيس الاذاعه في الفتره دي وجود وحيد حامد معانا في كان. وفعلا لما رحنا كان اتصلنا بيه، وبدأ على اتصال بينا وحيد حامد على طول. في فترة من الفترات كان وحيد حامد على طول مهرجان كان ده بالنسبة له كان زي يقول لك ايه، لو ما رحتش مهرجان كان كأني ما رحتش السينما، ما دخلتش السينما، لأن مهرجان كان بيلم مجموعة كبيرة جدا من النقاد والصناعيين اللي ارتبطوا كل سنة بمهرجان كان. وفعلا رحنا مهرجان كان بعد ما وافق رئيس الإذاعة على إن ينضم لينا وحيد حامد. وفعلا رحنا كان، وكانت ايام جميله جدا في كان. لا انسى وحيد حامد في كان شغوف جدا انه يشوف كل فيلم، وكنا فعلا بقول له انت بتشوف الافلام بتاخد منها افكار. قال لي انا لو ما رحتش كاني ما شفتش السينما. هو كان منظم دايما انه يكون في كان كل سنه. كان بيقول ان مهرجان كان ده بالنسبه له بيستفيد منه اشياء، بيرتبط بافكار، بيرتبط باصدقاء، ويمكن اصدقائه مش من مصر بس، من كل الدول العربيه، من النقاد اللي كانوا بيروحوا كده. وفعلا في كان التقيت بوحيد حامد بعد ما راح معانا. هو استمر يروح مهرجان كان معانا اكثر من 12 سنه. انا واحد من الناس رحت كان ده 14 سنه ورا بعض. ولكن وحيد كان ملتزم جدا جدا بمشاهده الافلام في كان الفيلم في كان بالنسبه له كانه وجبه دسمه. كان يرجع من كان يقول لك انا استفدت من كان وخدت معلومات. كان ربما كان واحد صديق من اصدقائي بيقول له انت بتروح كان عشان تاخد افكار؟ قال لهم لا، انا بروح كان عشان اتعرف على الثقافات المختلفه والسينما الفرنسيه والسينما الاوروبيه. صحيح. وكنا بنروح كان دايما كل سنه في مايو. لا انسى ابدا وحيد حامد في كان اما كان بيروح كان بيواظب دايما على انه يستفيد من الافلام. ما يفوتش ولا فيلم. وكان بنقول الفيلم ده بالنسبه لي شيء جديد بالنسبه لي، مش جديد بس، لا بيستفيد منه، بياخد افكار جديده. ولذلك كنا بنقول انت بتاخد الافكار دي بتعمل افلام، قال لي يقول لك لا انا باخد الافكار دي عشان اضيف لفكرتي يعني صح. استاذ امام وحيد حامد في كده. استاذ امام، يعني الاذاعي القدير استاذنا واجد الحكيم اطلق على الاستاذ وحيد حامد لقب شكسبير. لقب ايه؟ شكسبير. اللقب ده اطلقه امتى وكواليس اطلاق هذا اللقب كانت عامله ازاي؟ يمكن احنا كنا دايما بنروح مهرجان كان عشان نستفيد، مفيش فيلم في كان لازم نشوفه. هو حي كان بيدور على الافكار الجديده اللي ممكن يستفيد منها، لدرجه احد اصدقائه قال له انت بتسرع الافكار، قال له لا انا بتعلم منها شيء، بيضيف اليها شيء. وده كانت ميزه وحيد حامد، الاضافه ميزه وحيد حامد يواظب دايما على وجوده في كان كل سنه. كان بيضيف ليه لفكره اشياء جديده جدا، يقول لك لو ما روحتش كان كاني ما روحتش السينما. شوف لما راحش كان ما كانش بس اكيد. طيب انا عارفه ان كان علاقه حضرتك بالاستاذ وحيد حامد طيبه جدا، ويمكن كمان حضرتك والاستاذ محمد الشناوي استشاركم في قضاء مشوار شخصي جدا في الاسكندريه. لو حضرتك تكلمنا عن المشوار ده كان ليه، وكنتوا رايحين تعملوا ايه في الاسكندريه؟ مش فاهم بالظبط ايه تقصدي ايه من المشوار ده. وحيد حامد كان يعني يوم ما راح كان معانا كان بالنسبه له شيء جديد، اضافه لمعلوماته. وكان بيقول لك لو ما رحتش كان كاني ما رحتش، ما شفتش السينما. لا انا بتكلم على اسكندريه مش على كان. اسكندريه مهرجان، هو كان عضو معانا في جمعيه كتاب ونقاد السينما في مصر. ولما رحنا كان بيستفيد منها، بيقول لك وجودي في كاني شفت السينما العالم كلها. كان بيواظب، اولا كان بنصحى الصبح الساعه 7 ونشوف الافلام اللي هنشوفها النهارده ايه في كان. وكان بيواظب جامد دايما على ان يكون احد الناس المهتمين بالافلام، ما كانش بيشوف افلام معينه، كان اي فيلم بيقراه ويعرف عنه شيء كان لازم يقول لك لازم احضره ونشوفه. وفعلا مش وحيد حامد بس، احنا شخصيا كنا بنروح كان بندور على الافلام الجديده اللي في كان، على الافكار الجديده، على الكتاب اللي بيروح معانا كان من الدول العربيه. صحيح كتير جدا جدا كان اصدقاء، وكنا بنشوف بعض كل سنه في كان. يعني مواظبين على هذه الوجبه الدسمه بتاعت السينما من الافلام السينمائيه. شكرا لك الاذاعي الكبير. شكرا لحضرتك الاذاعي الكبير الاستاذ امام عمر، شكرا جزيلا لحضرتك. طب نرجع مرة أخرى لحضرتك، وربما يعني تفاصيل كتير جدا قالها الإذاعي الكبير أستاذنا إمام عمر في ضوء ما قالوا. هل وحيد حامد كان له عدد من الأفلام اللي تبرأ منها؟ هو تبرأ من فيلم واحد، وكان في عدم رضا عن كام حاجة كده في حياته. تبرأ طبعا من فيلم أصيص العشاق للنجمة الكبيرة نبيل عبيد، لأنه الفيلم ده قعد حوالي 4 سنين في العلب، وتم تغيير مشاهد كتيرة جدا منه، وهدد أنه في حالة عدم رفع اسمه على التترات، ودي الواقعة الوحيدة في تاريخ أستاذ وحيد، أنه في حالة عدم رفع اسمه هيقاضي الشركة المنتجة، وكانت أفلام جرجس فوزي، لعدم رضاه تماما عن مستوى الفيلم. وقال أنا ما كتبتش الفيلم ده، يعني هو الحدوته تم تغيير مشاهدها. هو ما دخلش في سينما المقاولات خالص ولا مرة، طبعا ولا مرة. بس ليه فيلم وحيد اسمه العربجي، هو قال ده أسوأ فيلم في تاريخ السينما المصرية، في ندوة من الندوات. والفيلم ده برضو كان في خلاف بين بطله الفنان الكبير محمود ياسين والمخرج الكبير الراحل أحمد فؤاد والد النجمة هالة فؤاد يعني. لكن أستاذ وحيد لما شاف مستوى الفيلم قال إن هو الفيلم ده يعني طبعا أكيد ما كان كتبوش بهذا السوء يعني، فقال إنه الفيلم ده تقريبا ده أسوأ فيلم في تاريخ السينما المصرية، لأنه لقى تعرف في مهرجان اسكندرية، لقى الندوة محتدة والناس عايزة تقطع في الفيلم وبتاع، فقال لك يعني أضرب كرسي في الكلوب على حد تعبيره، زي ما قال لي يعني إنه يعني يقول للناس إنه أنا يا جماعة الفيلم ده فيلم سيء، فأنا مش عايز أدخل في صداع مع الصحافة والنقاد وكده. طيب زي ما بنقول كده الدور بينادي صاحبه. في أفلام اتكتبت لأبطال وراحت لأبطال تانيين، في فيلم كتبه للأستاذ عادل إمام وراح للأستاذ أحمد زكي. الفيلم ده طبعا واحد من أهم وأحب الأفلام اللي قلب الأستاذ وحيد حامد، اللي هو اضحك الصورة تطلع حلوة. الأستاذ شريف عرفة قال له يا أستاذ وحيد كفايه سياسه. بعد النوم في العسل صراع شرس مع الرقابه عشان الفيلم يطلع للنور، والخماسيه الشهيره بتاعتهم يعني مع الاستاذ عادل امام. فقال له استاذ عادل عايز فيلم بسيط كده عن مواطن بسيط. فهو ماشي على كوبري قصر النيل وهو رايح الاوتيل يعني الشهير اللي على النيل، شاف المصور وشاف الحدوته، ومن هنا بدات فكره اضحك الصوره تطلع حلوه. كتب الفيلم ده مخصوص عشان استراحه محارب بعد طيور الظلام واللعبه مع الكبار والمنسي والارهاب والكباب، استراحه محارب، وان الاستاذ عادل امام يشم نفسه وياخد فيلم بسيط رومانسي حالم بيتكلم عن القضايا والمشاكل الاجتماعيه. لكن الاستاذ عادل امام اعتقد انه ما عجبوش الفيلم وعجبوش دور المصور، فمن هنا تم ذهب للاستاذ احمد زكي. دي الفيلم الوحيد. طبعا عنده افلام كتيره جدا اتكتبت، وما كان يعني كاتب فيلم على قصه حياه عمرو دياب، طبعا ده كنا نتمنى نشوفه، كان انتاج محسن جابر، دي معلومه ناس كتيره ما تعرفهاش. ده ما لم يعرض حتى. لا ما تنفسش عمرو دياب برضه، بعد ما قرا السيناريو خاف من فكره السينما وبتاع، وكان المفروض يعني بعد جلسات عمل طويله وسيناريو انتهى تماما، ومخرج طارق العريان وانتاج محسن جابر عالم الفن يعني. عمرو دياب برضه يعني خاف من فكره السينما وفكره ان هو عايز يحافظ على نفسه كمطرب اول. انا عايز ارجع لفكره الثالوث المقدس اللي قلب موازين السينما المصريه في تسعينات القرن الماضي، وكان ليه يعني مساهمه قويه جدا في ان السينما المصريه تعود لسابق عهدها. شريف عرفه، وحيد حامد، عادل امام، عدد كبير من الافلام اللي عملوها. ازاي بدا هذا الثالوث وازاي انتهى؟ يعني فكره ارتباطهم مع بعض في البدايه. عادل امام حتى بعد يعني ما انفك هذا الثالوث لم يستطع ان يقدم افلام زي الافلام اللي كان بيقدمها قبل كده، ولا كان قدم افلام قبل الافلام اللي قدمها لما دخل مع وحيد حامد. اعتقد انه العلاقه الكيمياء الكبيره جدا بين الاستاذ وحيد والاستاذ شريف عرفه هي دي اللي عملت الفيلم، يعني عملت الفن وعملت الثالوث الخمس افلام العظيمه. يعني ما حدش يعرف ان هو الاستاذ وحيد اشتغل مع الاستاذ عادل امام 11 فيلم، منهم طبعا الخمسه كان هو شريف عرفة برضه؟ لا 11 فيلم طبعا، في الانسان يعيش مره واحده، سيمون صالح، انتخب الدكتور سليمان عبد الباسط، اخراج استاذ محمد عبد العزيز، يعني كذا فيلم وفي كذا حاجه ثانيه اخراج اخرين. لكن يظل الاستاذ شريف عرفة والاستاذ وحيد حامد تركيبه فنيه مختلفه. صحيح. ليه بقى؟ قراءة للمشهد. وهم الأستاذ شريف عرفة يعني من الحكايات اللي محدش يعرفها إنه طيور الظلام الفيلم العظيم ده يعني اللي هو إنتاج 95، الأستاذ وحيد معروف عنه إنه ما بيروحش التصوير خالص، هو طالما خلص السيناريو وكتبه ما بيحضرش التصوير خالص. الأستاذ شريف عرفة قال لي بصفة شخصية، قال لي إنه الفيلم ده خدت أجري مرتين، انه لما استاذ وحيد حامد، القصه دي اول مره تتقال يعني، انه استاذ وحيد حامد لما راح شاف الفيلم في المونتاج قال له يا شريف ده انا احسن ما انا عامله، فاداله اجره تاني. يعني اعتقد انه الكيمياء كانت طب خلينا ناخد تفاصيل اكتر كمان عن الاستاذ وحيد حامد. بتنضم لنا على تليفون الكاتبه الصحفيه الاستاذه جيهان الغرباوي، نائب رئيس تحرير الاهرام. صباح الخير عليك يا استاذه. صباح الفل وصباح الخير على كل المشاهدين. جماعتك بوحيد حامد الأستاذ الكبير لقاءات كتيرة، إيه أبرز اللقطات اللي بتفتكريها من لقاءاتك مع الأستاذ وحيد حامد؟ الأستاذ وحيد ليه جانب إنساني جميل وعظيم لا يقل عظمة وجمالا عن أفلامه وعن شغله. الجانب الإنساني هو علاقته بأصدقائه وعلاقته بالصحفيين، لأنه كان بيعتبر الصحفيين أبناء نفس المهنة وكتاب واصحاب افكار وخيال زيه، فكان شديد القرب للوسط الصحفي بالذات. واحيانا طبعا كتير كان معروف عنه بيكتب في روزا اليوسف وفي المصري اليوم وفي اكتر من جورنال ومجله، كان يكتب مقالات عن افكاره اللي عايز يقولها بشكل مباشر من غير صور سينمائيه، واللي تخص الاحداث اليوميه في حياه الانسان المصري. من وجهة نظر وحيد حامد بعد أكثر من حوار صحفي عملته معاه، والأهم من الحوارات الصحفية حواراتنا الإنسانية اللي كنا بنعملها فيما يسمى، هو سماه يعني مجلس الشر، اللي هو اجتماعه الأسبوعي مع أصدقائه ومحبيه والمقربين منه. كنا بنعمل زي اجتماع كده أسبوعي كل يوم سبت في المقر اللي هو اختاره على النيل، لأنه كان بيحب جدا النيل جدا من أيام ما كان هو شاب صغير في الشرقية كان بيكتب كل شغله على النيل هناك، واتنقلت معاه الفكرة دي من القهوة اللي كان بيقعد عليها في الشرقية على النيل للقاهرة، ولما بقى معاه فلوس على حد قوله يعني بقى بيقعد في اوتيل 5 نجوم مشهور في القاهرة على النيل. فالمكان ده كان مقر اجتماعه بأصحابه اللي هو مجلس الشر، فكان يحكي في مجلس الشر كتير عن أفكاره وعن الناس اللي بيحبهم عن شغله. وحيد حامد محب جدا لفكرة العدالة. وعلى ذكر الأفلام اللي انتوا بتقولوها من دقايق اللي جمعته مع شريف عرفة ومع عادل إمام، الفكرة المركزية في شغله، وده تصريح هو قاله على لسانه، إن فكرة العدالة فكرة تشغله جدا، اللي هي فكرة إن كل المواطنين متساويين من غير ما يميز بينهم المستوى الاقتصادي أو المنصب أو السلطة أو نوع الوظيفة اللي بيشغلوها. ففكرة العدالة كانت فكرة مركزية في أفلام عادل إمام وفي غيرها من الأفلام اللي عملها وحيد حامد. إزاي وحيد حامد كان بيشرح المجتمع المصري؟ يعني درسته العلم الاجتماعي إزاي خليته يرى المجتمع المصري بنظرة مختلفة؟ هو وحيد حامد ما كانش دراسته هي السبب الوحيد، او على الاقل مش السبب الوحيد. وحيد حامد كان قريب قوي من الناس، ومثلا على ذكر مجلس الشر في الاوتيل اللي كان بيقعد فيه مع اصحابه، مثلا كنت الاحظ جدا انا وغيري قربه من البنت اللي كانت بتقدم لنا القهوه والشاي والايس كريم، كان عارف كل تفاصيل حياتها، وكان جالها عريس فكانت بتستشيره اتجوز ده ولا لا. كان قريب من الناس البسطه جدا، كان بيقول لي انا عادي يعني البنطلون بتاعي جبت مثلا بدله من بره فالبنطلون طويل فبتنيه عند الترزي او بتنيه عند الراجل البسيط اللي بيتني البنطلونات ويعمل استرفله وكده. كان بيفتح حوار مع كل واحد، حتى اللي بيبيع له فلفل اسمر، وكان بيشتري الحاجات زي الناس، وكان بيتعامل مع المجتمع مش على انه شخص مهم او شخص غني او فنان، لا لا، كان قريب جدا من البسطاء والعاديين والناس العاديين، وعشان كده كان مهموم بتقديمهم على الشاشه، وكان بيظهر بالشكل اللي احنا شفناه ان هو عنده ماده خام بيقدر ياخدها من الحياه اليوميه للناس المختلفه والشرائح المختلفه، وكان بيقدر بابداعه يظهرها على الشاشه. كل الشكر ليكي الكاتبه الصحفيه الاستاذه جيهان الغرباوي نائب رئيس تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ أشرف، يعني سؤالي الأخير، هل مروان حامد هيستكمل الأفلام أو الأعمال السينمائية اللي عملها أستاذ وحيد حامد؟ أتمنى ذلك الحقيقة. أنه مروان طبعا هو الحارس الأمين على شغل والده، وعارف جدا طبعا قيمة والده وأهمية والده في التاريخ، في مقدمة كتاب السيناريو على مدار السينما ومدار تاريخنا الفني. فأعتقد أنه مروان حريص تماما يعني أنه هو يقدم كل الاعمال، او مش كل الاعمال، في الاعمال جاهزه اكيد، وما عندوش مانع او غضاضه انه حد يقدم اعمال لوالده، زي ما كانت المفروض ان الاستاذه ساندرا نشأت تقدم الفيلم الاخير اللي قلت عليه الصحبه الحلوه. صحيح صحيح. بنشكرك يا استاذ اشرف، الكاتب الصحفي استاذ اشرف شرف، شكرا جزيلا لحضرتك على كل ما يعني قدمته من معلومات عن كاتبنا الكبير ومذيعنا الاستاذ وحيد حامد. الف شكر. مصطفى، خلصت حلقتنا النهارده، كنا موجودين على مدار 3 ساعات. صحيح، يعني اعتقد النهارده كان يوم حافل اللي اتكلمنا فيه عن ملف البحث العلمي، فتحنا فيه ذكرى رحيل الكاتب العظيم وحيد حامد.